أعزائي المستمعين والمتابعين، نافذتنا الأولى اليوم هي إطلالة على منتدى الاستراتيجيات الأردني الذي يعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، ولإلقاء المزيد من الأضواء عليه يسرنا أن يكون معنا على هاتف نوافذ وعلى الهواء المباشرة المديرة التنفيذية للمنتدى معالي نسرين بركات، وزير أسبق لتطوير القطاع العام ووزير أسبق للتنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك معاليكي ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك وبمستمعينك في برنامج الإذاعة وبرنامج نوافذ، وإن شاء الله صباح خير بهالأمطار والثلوج على الجميع يا رب. إن شاء الله على الجميع، يعطيك ألف عافية. بداية معاليك، ما هو منتدى الاستراتيجيات الأردني ومتى تأسس وماذا يضم؟ تفضلي. شكرا جزيلا ستي. الحقيقة منتدى الاستراتيجيات الأردني هو مركز فكري معني بالشأن الاقتصادي المحلي بالتحديد. تأسس المنتدى عام 2012، وتأسس برؤية من مجموعة من شركات القطاع الخاص. كان الهدف من شركات القطاع الخاص عندما أسست المنتدى أنه يكون في توفر مساحة للحوار والبحث الموضوعي والنقاش ما بين مختلف المعنيين على أساس البحث القائم على الأدلة والبراهين، أيضا بهدف زيادة الوعي عن القطاع الخاص والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي. عملنا بالأساس بهدف لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني، تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وأيضا تعظيم مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الاقتصاد. نعم. المنتدى بشكل في عمله كمنصة حقيقة للنقاش بضم في أعضائه ما يزيد عن 100 شركة رائدة، وهي شركات ناجحة تلتزم بمعايير الحاكمية الرشيدة والممارسات البيئية. نعم. بحب بس أضيف كمان كنقطة نهائية على المنتدى بأنه هو منتدى مستقل ماديا بشكل تام، بمعنى لا يقبل أي تبرعات أو دعم من أي جهة خارجية أو محلية أو حكومية. مصادر تمويله تأتي فقط من العضوية للأعضاء الشركات المشاركين في المنتدى. نعم، وهو أيضا يعني جمعية غير ربحية. نعم. الآن معاليك تخبرين عن الأهداف الرئيسية للمنتدى والوسائل المتبعة لتحقيقها. تمام. المنتدى زي ما أنا ذكرت هو منصة حوار فعال ما بين مختلف الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص، برلمان، مؤسسات مجتمع مدني، حتى الجهات الأكاديمية. قبل يومين عملنا حوار ونقاش على مستوى عالي من الشفافية والتخصصية ما بين البنك الدولي في الجامعة الأردنية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهدف هذه المنصة بأنه جميعا نتشارك في الشأن الاقتصادي والاجتماعي حتى نصل للنمو اللي نسعى إليه والتنمية الشاملة في الأردن. نعم. بالنسبة معاليك للمحور الأول كما ذكرتي في عمل المنتدى وهي الدراسات والأبحاث، ما هي هذه الدراسات وما أبرز الأوراق التي أصدرها المنتدى؟ تفضلي. إحنا المنتدى بنشتغل من خلال ذراعين الحقيقة. أولا ذراع الدراسات والأبحاث الاقتصادية المبنية على الأرقام والحقائق، وثانيا وهو ذراع مكمل تماما للذراع الأول وهو التواصل وكسب التأييد. والهدف بأنه أنا لما بعمل عملية التواصل وكسب التأييد فبستند على معلومات دقيقة حقيقية واقعية حتى نتفق مع الجميع بالعمل إلى الأمام. بالتالي إحنا وضعنا كمنتدى بحكم عملنا بصراحة أولويات استراتيجية نضعها ضمن خطتنا الاستراتيجية كل 3 أعوام، وأولوياتنا الاستراتيجية للمرحلة الحالية هي تحت محور التحول الرقمي، إصلاح القطاع العام، التعليم وسوق العمل والتشغيل، والبيئة الاستثمارية بما في ذلك تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية. وعلى أساسه طبعا الدراسات والأبحاث تصدر من المنتدى، فصدر من عندنا العديد من الأوراق السياسات وأوراق الموقف، أوراق السياسات حول الشأن الاقتصادي، وأوراق الموقف حول التشريعات والمستجدات الاقتصادية.
نعم. أيضا بالإضافة لذلك المنتدى طور الحقيقة مؤشرات مهمة. هاي المؤشرات بتساعدنا برصد التنمية. فطور مؤشر الازدهار الأردني وهو يقيس مستوى الازدهار لدى الأردنيين باحتساب طبعا مؤشرات نوعية وكمية وباستناد منهجية عالمية وهي مؤشر ليجاسوم. أيضا طور مؤشر ثقة المستثمر الأردني وهي الثقة لنا 10 سنين عمالنا بنرصدها مرتين بالعام حتى نتبع رأي المستثمر المحلي في الوضع والبيئة الاستثمارية. أيضا مؤشر التنمية المحلية المستدامة وهو مؤشر أصدرناه أو تعاوننا إحنا ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وأيضا مؤسسات التنمية والتطوير في مختلف المحافظات من خلال وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات المعنية مع اليو إن دي بي حتى نطور مؤشر يعكس أولويات المحافظات في التنمية، وعلى أساسه تم تبني هذا المؤشر من المالية وأعدت الموازنات بوزن 15% حقيقة لعام 2023 بناء على هذا المؤشر. أيضا من المؤشرات نضع لوحة للمؤشرات الاقتصادية. هاي اللوحة دائما بكون بنقال إنه والله المعلومة متشتتة في عدة أماكن، فبالتالي هدفنا من لوحة المؤشرات الاقتصادية بأنه نضع أهم المؤشرات ضمن لوحة واحدة يتم عملية تحديثها بشكل دائم حتى تكون أداة في يد الأكاديميين المسؤولين متخذي القرار في مكان واحد بتتبعوا من خلالها الوضع ويضعوا الخطط المستقبلية على أساسها. بالإضافة طبعا بنعمل بعض المسوحات الاستبيانات بتكون لشأن اقتصادي محدد بدنا نسلط الضوء عليه كمسح أيضا ثقة المستثمرين. وبحب بس أضيف بالآخر إنه إحنا في المنتدى لسنا فقط الإكزيكتيف تيم أو الفريق التنفيذي الصغير جدا الموجود في المنتدى، بل إن أذرع أخرى من خلال خبراء وباحثين يعتبروا أصدقاء المنتدى بيعملوا معانا بشكل طوعي. هدول بيكونوا خبراء لهم باع طويل في الشأن الاقتصادي وفي خبرات معينة، فبيساعدونا في إنتاج الأوراق البحثية الدقيقة. نعم. أيضا معاليكي هناك قيم جوهرية هامة في منتدى الاستراتيجيات الأردنية، ريت تعطينا فكرة عنها. أهم القيم التي نؤمن بها هي المصداقية، والمصداقية بالنسبة لنا هي الأساس. وهذا السبب كمان إنه إحنا كانت محدودة مواردنا المالية فقط على الاشتراكات العضوية في هاي الجمعية غير الربحية، وبالتالي هاي المصداقية بالنسبة لنا هي التي تولد الثقة في المنتدى وفي العمل الذي يقوم به. أيضا المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية إحنا بنسعى من خلالها، وهي بتفرض شروط على من يستطيع أن يكون عضو في المنتدى، لأنه يجب أن تكون كشركة أردنية مسؤولة مجتمعيا من حيث توظيف الأردنيين، من حيث دفع الضرائب، من حيث الالتزام بالحاكمية الرشيدة، من حيث مراعاة البيئة، من حيث توظيف الإناث إلى آخره من المؤشرات المعنية لنا. ويشكل من أعضائنا حوالي 60% الحقيقة من ما يتم إنفاقه على المسؤولية الاجتماعية في الأردن. نعم، جميل جدا. الآن معاليكي رح ننتقل لموضوع تاني. مؤخرا تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق تحديث القطاع العام مؤخرا، حدثين عنها معاليكي لو سمحتي وعن دور المنتدى في هذا الموضوع، تفضلي. تمام، شكرا جزيلا. من واقع المصداقية برجع مرة تانية اللي قدر انه يحققها المنتدى والحريص عليها دائما، انطلقت رؤية التحديث الاقتصادي حقيقة من مكاتب منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبرغبة من القطاع الخاص بأنه يضع هو بداية الأولويات الاقتصادية والتحديث المطلوب للمرحلة القادمة. فتم تشكيل فرق عمل من الخبراء المختصين في القطاع الخاص والشأن الاقتصادي في 14 قطاع،
واجتمعوا عنده جلسات حوارية وخرجوا بمبادرات ومشاريع لتعزيز تنافسية هذه القطاعات 14. طبعا هذا الجهد أسس للجهد الذي بدأ وأوعز إليه جلالة الملك في الديوان الملكي ورشات العمل الاقتصادية، والتي توسعت من حيث التمثيل وتوسعت من حيث النقاش، وأيضا أخذت المخرجات من المبادرات والمشاريع التي وضعها القطاع الخاص مع المنتدى وبنى عليها المخرج النهائي لرؤية التحديث الاقتصادي. نعم. أما بالنسبة لتحديث القطاع العام، فأنا كما ذكرت سابقا أحد أولوياتنا في المنتدى هو تحديث القطاع العام. أكيد. وفعلا عندما تم تشكيل لجنة، شكل دولة الرئيس لجنة لوضع خارطة طريق تحديث القطاع العام بعد مراجعة الواقع الفعلي لإدارة القطاع العام، وأن تكون هذه الخارطة عملية ومنطقية وتحاكي أيضا الممارسات الفضلة من أجل أن نصل إلى قطاع عام كفؤ وممكن. فكان في تمثيل هذه اللجنة 4 من أعضاء المنتدى بما فيهم المدير التنفيذي للمنتدى، وكانت المشاركة فاعلة جدا في وضع هذه الخارطة، وبالتحديد كان هناك بصمة بقدر أسميها للمنتدى بإدخال المكون السابع من خارطة تحديث القطاع العام، وهو الثقافة المؤسسية. وهذا العمل كلياته الحقيقة هو استكمال للجهد اللي إحنا بنبذله من أجل إيماننا بأنه العمل نحو الإصلاح الاقتصادي والتنموي لا يتم إلا بمشاركة الجميع. نعم أكيد، يعني جميل جدا اللي تفضلتي فيه معاليكي. الآن رح نسألك سؤال، مع بداية عام 2023 معاليكي وبعد مرور 10 سنوات على تأسيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، ما هي أهم وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن؟ الحقيقة المنتدى عنده مرصد أو بيرصد الأداء بشكل يومي، بشكل شهري، ربعي، ومن ثم سنوي، حتى نتأكد أنه إحنا عم نترك أثر وماشيين باتجاه الرؤية اللي إحنا واضعينها كهدف للمنتدى. فخلال 10 أعوام السابقة أصدر المنتدى ما يزيد عن 200 ورقة من أوراق العمل، كأوراق سياسات أو أوراق بحثية كانت في شأن المالية العامة أو الاستثمار أو بيئة الأعمال، تطوير المورد البشري، التحول الرقمي، وأيضا كان في دراسات قطاعية بقطاعات محددة مثل الزراعة، مثل السياحة وغيرها. أيضا نادى المنتدى بوجود سياسة صناعية، وهو يصدر كل عامين لمحة اقتصادية عن نظرية التعقيد الاقتصادي وأهميتها من أجل رفع القيمة المضافة في الصادرات، واللي رح تأثر على النمو بشكل كبير. المنتدى خلال الفترة الماضية أثر بشكل كتير كبير كمركز فكري في الحوارات مع الحكومات والبرلمان، من حيث أول إشي دراسة الموازنة العامة، من حيث إعطاء توصيات ومناقشتها مع البرلمان فيما يتعلق بقانون العمل، قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص، قانون المنافسة، مثل التمثيل في مجالس الإدارة للإناث، العمل، تنظيم العمل في القطاع غير الرسمي وغيرها الكثير. أما بكجلسات حوار، استطاع المنتدى أنه يسلط الضوء على العديد من الأمور والفرص من خلال ما يزيد عن 200 جلسة حوارية كانت مع الجهات المحلية والمؤسسات الدولية أيضا، حتى تكون مرجعية موثوقة للتعاون. وطبعا إحنا بهمنا المنتدى أنه نوسع شراكاتنا دائما مع المؤسسات الفكرية والبحثية اللي شبيهة فينا، سواء محليا أو عالميا، حتى نضمن دائما في تطور في آلية عملنا. نعم أكيد، يعني جهودكم مشكورة ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم في منتدى الاستراتيجيات الأردني. بنهاية لقائنا معاليكي بحب أشكرك
كل الشكر والتقدير والاحترام لمعالي الأستاذة نسرين بركات المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وزير أسبق لتطوير القطاع العام ووزير أسبق للتنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك معنا ويسعد صباحك.